تشتهر قسنطينة بعدد من الحلويات التقليدية المميزة، والجوزية هي أشهر واحدة بالمنطقة. يحافظ أصحاب هذا المحل الشهير بمدينة الجسور المعلقة على صناعة حلوى الجوزية أباً عن جد، عبر تحضيرها بالمكونات الأصلية والطبيعية للحصول على الجوزية الأصيلة. احنا من الصغر نخرجوا من ليكو نطلعوا عند الجد، جدي هات هذيك حبيناها هو بطريقه حببها لنا بطريقه غير مباشره، وحنا رجعنا نحبوها ونخدموها ونتحفوا فيها، وبقينا محافظين على التراث نتاعها. تتكون من ثلاث مواد اساسيه، هي عسل الحر، عسل النحله، جوز وبياض البيض. ومده التحضير تاعها هي 8 سوايع، وبنار تكون على نار هاديه. لا تستغني العائلات القسنطينية في سهرات رمضان عن هذه الحلوى التقليدية، ولا يفوت الزوار من مختلف الولايات فرصة اقتنائها. كل ما نجي لهنا القسنطينة لازم عليا باش ندي بواط ولا دو بواط هكذا تزية، حاجة تقليدية. ولا شيء ضروري بالنسبة للجوزية، بالنسبة للكوكوية، بالنسبة للقنطة، بالنسبة لكل الأمور هذه. بعد الإفطار لابد من المائدة تاعنا تكون ديكورية في هذا الشيء هذا. على غرار الحلويات التقليدية الجزائرية، تزين الجوزية موائد الصائمين خلال شهر رمضان وحتى في سائر الأيام.